جالسين في هذا الجو هذا الحمد لله اللي محشين مش حال هذه وكيعطينا واحد الفرحه كبيره. وجاي معايا ولدي حتى هو اللي كيبغي حتى هو ما شاء الله يسمع كلام الله. وهذا هو الحياه صراحه كنعاودو نعيشو اللهم لك الحمد وما شاء الله كيعطينا التبوريشه هاي كيعطينا التبوريشه الله يحفظه وينجي ويخليه لينا. الحمد لله الحمد لله رجع الاجواء كي كانوا الحمد لله ونشكره الحمد لله من الحامدين الشاكرين الله يدومها النعمه. ومولفين ديما كنصليو معاه الحمد لله الحمد لله يا ربي تقبل منا ودومها علينا النعمه وكل عام ان شاء الله باذن الله نصلي ونصوموا والامان في البلاد ديالنا يا ربي. الحمد لله من بعد عامين بسبب الجائحه ديال كوفيد ما قدرناش نصلي التراويح في المساجد. هذا العام يعني تحت لنا الفرصه ولله الحمد اننا بلغنا ربي رمضان بلغنا ربي ليله القدر صلينا هنايا في المسجد الحسن الثاني ولله الحمد. بصراحه شعور زوين يعني كتلقى هكا الناس فرحانين وكلشي كلشي جا وهاد الوفود الكثيره كما تتشوف واللهم لك الحمد نتمنى من ربي انه يتقبل لنا الصيام والصلاه ونتمنى ان شاء الله تحيد علينا هاد الجائحه ويكون كل شيء بخير ان شاء الله. اللهم لك الحمد على هذا الجو، جو رائع جدا 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 الحمد لله، الحمد لله على كل حال. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم انصر جلاله الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا. يا ربي تحفظه، يا ربي تحفظه وتيسر له امره وترزق له ان شاء الله بطانه صالحه تمشي به لهذه البلاد بما يرضي الله سبحانه وتعالى. مزيانه وخليني ربي نصلي ديما هكا تيقبض الله العمر. اللهم تعالى يسهل علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. مازال الناس مازال البركات ربي موجوده. اللهم تعالى يسهل علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. الصغارين كيطيحوا بالناس. فيما مشيت فيما مشيت شي جامع عامره تبارك الله. الناس كانوا موحشين هاد العامين ما صلاوش. دابا هالعام تبارك الله دايرين المجهود ديالهم فوق القانون. اللهم لك الحمد.